سيد الكريم، نواصل حديثنا بعد أن عرفنا الفكرة العامة لجمعية ريادة. الآن ممكن أن تعطينا شرحا وافيا حول برنامج شركتنا والفئات المستهدفة في البرنامج. أكيد، برنامج شركتنا هو برنامج صمم لفئات سنة ثانية ثانوية. في البداية، في بداية المشوار العام الماضي، ما أطلقنا البرنامج أول مرة استهدفنا به طلاب سنة ثانية ثانوي، وحتى البرنامج صمم خصيصا لهذه الفئة. وكما تعلم أنه أي برنامج أو أي مشروع، أحد عوامل النجاح أي برنامج أو أي مشروع هو أنك تكون عندك اختصاص معين، اللي هو إحنا ريادة الأعمال في هذا المثال، وتكون أيضا عندك فئة مستهدفة. كل ما كانت الفئة المستهدفة محددة، كل ما كان فرص النجاح أكبر. لماذا؟ لأنك لما تستهدف فئة معينة، فئة عمرية معينة، يمكنك مع الوقت أنك تفهم كيف تتعامل مع هذه الفئة، ويمكنك أن تصمم برنامج يليق بهذه الفئة. فبرنامج شركتنا اليوم مصمم، أو لما بدأناه صممناه لفئة الفترة الثانوية، طلاب الثانوية، وبالضبط سنة ثانية ثانوي. لماذا ثانية ثانوي؟ لأن سنة أولى ثانوي لسه أجدد، لسه جاد داخلين على الثانوية، فيمكن هم بصدد التعرف على أجواء جديدة. ولماذا تفادينا أيضا سنة ثالثة؟ لأن سنة ثالثة كما نعلم عندهم تحدي كبير، ألا وهو البكالوريا، فلا نريد أن نشغلهم، لأن برنامجنا يعني برنامج طويل المدى، وفيه يعني جهد، وفيه في الكثير من العطاء والتعب. فاخترنا لذلك اخترنا سنة ثانية ثانوي، فصمم برنامج لهذه الفئة المستهدفة. البرنامج هو برنامج طويل المدى، يهدف كما قلت سابقا إلى تعليم الطالب كيف يؤسس شركة، يمتد لفترة 5 أشهر. نذهب إلى كل ثانويات مساعد، والحمد لله يعني أنا أشكر إدارات ومنسقي كل الثانويات لأن فتحوا لنا الباب من اليوم الأول. نختار مجموعة من سنة ثانية ثانوي من 10 إلى 20 طالب، هو يطرح البرنامج على كل الطلاب سنة ثانية ثانوي، ثم على حسب اهتمام الطالب نختار المجموعة. والبرنامج هذا لا يختار فقط مثلا الطلاب الناجحين أكاديميا، هو يمكن أن يكون يعني هو متاح لكل الطلاب. أي طالب عنده اهتمام بريادة الأعمال، يريد، عنده أفكار، يحب العمل الجماعي، يحب الابتكار، فيمكنه أن يلتحق بهذا البرنامج. فالبداية أنه نختار 15 إلى 20 طالب في كل ثانوية، وهذه المجموعة من بداية البرنامج تتحول من مجموعة فقط طلابية إلى شركة حقيقية. فمن خلال جلسات أسبوعية بالتعاون مع أحد المختصين من الجمعية، أحد المدربين على البرنامج، وكذلك منسق من الثانوية. وأيضا يعني أغتنم الفرصة إذا سمحت لي أن أشكر كل المنسقين ومنسقي الثانويات، لأنه حقا ساعدونا كثير ورافقوا البرنامج من بدايته، من فتح الباب إلى إلقاء الجلسات إلى نهاية الحفل، وحتى يعني التعامل مع الطلاب سواء فازوا أم لم يفوزوا، حتى يعني من هذه الناحية يعني ساعدونا كثير المنسقين. فأتكلم الآن عن محتوى البرنامج. محتوى البرنامج فيه 10 جلسات. تبدأ الجلسة الأولى بتعريف البرنامج، نعرف الطلاب أول مرة نفهم البرنامج. ثانيا نطلب منهم أن يفكروا في مشكلة موجودة في المجتمع، أو حاجة مشكلة مثل المثال اللي أعطيته من قبل. العام الماضي مثلا طلاب المدفنة وجدوا مشكلة سرقة السيارات مثلا، هي مشكلة حقيقية، فاختاروا مشكلة موجودة في المجتمع، قد تكون في المجتمع، قد تكون في البيت، قد تكون في عند الفلاح، قد تكون عند الطبيب، أي مشكلة موجودة في المجتمع. يفكروا في 3 أو 4 مشكلات، بعد ذلك يقومون في الحصة اللي بعدها يقومون باختيار إحدى هذه المشاكل أو إحدى الحاجيات على حسب قابليتهم أو استطاعتهم لإيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن الحل يكون عن طريق منتج أو خدمة. فمن المشكلة نطلب من الطلاب أنه يفكرون في حل. كما قلت سابقا، هذه العقلية التي نريد غرسها في الشباب، أنك لما تجد مشكل عوض أنك يعني تتساءى منه وتبدأ يعني تلوم الغير وكذا، حاول أن تأخذ المبادرة وتجد حل لهذه المشكلة. بعد المشكلة يجي المنتوج، يجي جلسة فيها جلسة أخرى، هذه أسبوعيا تدوم، أسبوعيا الأسبوع اللي بعده
يلتقون في مجموعة أيضا، وكما تعلم لما يلتقوا أيضا يتفاهموا على الوقت، يحاول إنه مهارة إدارة الوقت أيضا شيء نريد أن نحن أيضا وشبابنا كلنا يعني نريد أن ننمي فيه مهارة إدارة الوقت واحترام الوقت. فيلتقوا في الجلسة الثالثة للاتفاق على المنتوج. هنا أيضا كل طالب من هذه الطلاب يبدأ يعطي في أفكار عن المنتوج، وتبدأ المشاورة والتشاور، كل واحد كل يده بدلوه، وتبدأ المناقشة. وهنا أيضا نريد أن نعلم الشباب أنه كيف يقومون بالمشاورة والإبداء بالرأي والاستماع للرأي الآخر. وفي البرنامج يعني في محتوى البرنامج في الدليل، يعني عندنا دليل يتبعه الطلاب، نقول لهم أنه لازم تفكروا كمجموعة، ما لازمش تقول أن فكرتها هي أحسن فكرة. دائما نحاول نستمع لآراء كل أو أفكار كل المجموعات، ونخرج بالفكرة التي عندها يعني احتمال أكبر أنه تنجح المجموعة. فبعد الفكرة يأتي النموذج، أو قبل ذلك نسيت يعني جلسة مهمة جدا اللي هي فريق العمل. فريق العمل هنا عندنا هيكل تنظيم معين موجود في محتوى البرنامج، برنامج شركتنا اللي فيه مدير الشركة، مدير المالية، مدير التسويق، مدير الإنتاج، مدير العلاقات العامة، ومدير الموارد البشرية. فأيضا هنا نشرح لهم ما هي هذه الأدوار في المحتوى، وما هي المهارات التي يجب أن تتوفر في كل دور من هذه الأدوار. ثم يقومون إما باختيار الأشخاص مباشرة، أو إذا كان فيه وصلتنا أنه كان فيه مثلا أكثر من عضو يريد أن يكون مثلا مدير المالية، أو أكثر من عضو يريد أن يكون المدير العام، في هذه الحالة نقول لهم إذا لم تتم هناك موافقة يقومون بعمل انتخاب. فهنا نعلم الطلاب أنه الديمقراطية، وأنه كل واحد يعني يعطي رأيه ويحترم رأي الأغلبية. فبعد الهيكل التنظيمي يأتي الآن المنتوج، يتفقوا على المنتوج، ثم الجلسة التي تأتي بعدها هي جلسة التمويل. هنا نشرح لهم أن أي منتوج، أي فكرة، إذا لم يكن هناك تمويل يعني هذه الحياة لا يمكنها أن ترى النور. يعني التمويل نشرح لهم طرق التمويل المعروفة عالميا، وبالمناسبة البرنامج هذا صمم بمقاييس عالمية ودولية، يعني ماذا يعني هذه الطرق التي تنتهجها الشركات الدولية. يعني فنشرح لهم طرق التمويل، هناك عدة طرق للتمويل، ولكن الطريقة المعمول بها في برنامج شركتنا، في برنامج نحن برنامج ريادة، هي بيع الأسهم. هنا أيضا نشرح لهم ما معنى سهم، ما معنى رأس مال، ونوضح لهم كيفية حساب رأس المال، كيفية تقسيم رأس المال إلى أسهم، وأيضا نمدهم بكوبونات حقيقية، أسهم حقيقية، يقومون هم بحساب رأس المال وهم بحساب سعر السهم. هنا يعني ندخل في الاقتصاد، فنحن نعلمهم مبادئ اقتصادية. لما يتفقوا على حساب رأس المال والأسهم يقومون ببيع الأسهم إلى مستثمرين. المستثمرين من هم؟ المستثمرين يمكن يكونوا من العائلة، أو يمكن يكونوا من المدرسة، أو من المحيط. وأسعار الأسهم نحن دائما نطلب منهم أن تكون أسعار رمزية، مثلا 100 دينار، 200 دينار للسهم، يعني شيء يعني بسهولة يمكنه أن يجد مستثمرا. هنا نشرح لهم أنه يجب أن تتبين المستثمر، تحاول تقنعه أن شركتك ناجحة، وأن أموالك يعني اليوم تشتري السعر ب 100، إن شاء الله في نهاية الحفل في تصفية الشركة سنرجعه لك 110 مثلا. هذه كلها يعني هي أسعار رمزية، ولكن احنا هدفنا هو تعليمي تدريبي بحت. بعد التمويل يأتي الإنتاج، لما يتحصل على التمويل يأتي الإنتاج. هنا أيضا نطلب منهم أن يقوموا بدراسة السوق، أو دراسة السوق يعني يمكن حتى في قبل اختيار المنتوج يكونوا قاموا بدراسة السوق أولية، ثم قبل الإنتاج يقومون بدراسة سوق معمقة أكثر لمعرفة كم عدد الزبائن التي يمكن أن يبيعوا هذا المنتوج. مثلا إذا بعد دراسة السوق وجدت أنك هناك 10 زبائن محتملين، فتنتج فقط 10 وحدات. إذا كان فقط زبونين تنتج فقط وحدتين. في بعض الشركات حتى تنتج وحدة واحدة، وهذا مقبول يعني مقبول في برنامجنا، لأنه لا نريدهم أن يصنعوا شيئا يعني ينتجوا شيئا ثم لا يجدوا الزبائن. ثم تأتي بعد المنتوج، بعد الإنتاج يأتي التسويق. هنا أيضا نعلمهم طرق التسويق، التسويق المباشر، التسويق الغير مباشر، التسويق الإلكتروني عن طريق الفيسبوك والإنستغرام إلى آخره. بعد التسويق يعني نطلب منهم أن ينتجوا التقريرات المالية، المبيعات، كم باعوا من وحدة، حساب الربح والخسارة، يمكن يكون ربح ويمكن خسارة، وهذا شيء عادي أيضا، لأنه دائما نتذكر أن هذا البرنامج برنامج تدريبي، مش الهدف منه ليس الربح، ولكن هم